अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा YouTube चैनल है। आप सब दोस्तों गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। आज हम आपको फ़ज़ाइल फ़ायद व मनाजिल बताएंगे। फ़ज़ाइल फ़ायद मनाजिल नक्श तावीज़ात के मुकाबले में आयात कुरानियाँ वो दुआइयाँ जो हदीस पाक में वाद हुई हैं यकीन बहुत ज़्यादा मुफीद व मौसर हैं। अमलियात में चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए। फ़ख्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी या दुनियावी कोई हाजत ऐसी नहीं छोड़ी जिसके लिए दुआ का तरीका ना तालीम फरमाया हो। इस तरह बाद मकसूद आयात का मकसूद मकासद के लिए पढ़ना मशाइख का तजर्बा साबित है। ये मंजिल आसेब सहर और बाज़ दूसरे ख़तरा से हिफाजत के लिए एक मुजर और अमल है। ये आयात किस कदर कमी पेशी के साथ अलकौलुल जमील और बेहती ज़ेवर में भी लिखी हैं। अलकौलुल जमील में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी कुद्दुस सरह तहरीर फरमाते हैं कि 33 आयात हैं जो जादू के असर को दफ़ा करती हैं और शयातीन और चोरों और दरिंदों और जानवरों से पनाह हो जाती है। 33 आयात के अलावा मजीद आयात जिनकी फजीलत हदीस शरीफ से साबित है शामिल की जा रही हैं और बेशती ज़ेवर में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि तहरीर फरमाते हैं किसी पर आसेब का शुबा हो तो आयात ज़ाहिर लिखकर मरीज़ के गले में डाल दें और पानी पर दम करके मरीज़ को छिड़क दें, और अगर घर में असर हो तो इन आयात को पानी पर पढ़कर घर के चारों गोशों में छिड़क दें। हमारे घर की मस्तूरात को ये मुश्किल पेश आती है कि जब वो किसी मरीज़ा के लिए इस मंजिल को तजवीज करती है तो असल किताब में निशान लगा कर या नकल करा कर देनी पड़ती है। इसलिए ख्याल हुआ कि अगर इस अलहदा मुस्तकिल तबाह करा दिया जाए तो सहूलत हो जाएगी। ये बात भी काबिल लिहाज है कि अमलियात और दुआओं में ज़्यादा दखल पड़ने वाले की तवज्जो यकसुई को होता है। जितनी तवज्जो और अकीदत से दुआ पढ़ी जाएगी उतनी ही मौसर होती है। अल्लाह के नाम और उसके पाक कलाम में बड़ी बरकत है। अल्लाह मुआफ़िक। आज हम आपसे मंजिल का तस्करा करेंगे। हम मंजिल की तिलावत करते हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنسق بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق الأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولدوا الله ودوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب
مُعْتَقِبْ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم دوست ہم نے اب تک یہ منزل پڑھی ہے آپ کو کوئی پریشانی مصیبت ہو تو یہ منزل سنیں اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ حل فرما دیں گے جزاک اللہ